طيب خلينا نبتدي بالأول بتعريف يعني ايه تنمر. والتنمر ده سلوك عدواني عنيف بيقوم بيه فرد بقصد لإيذاء فرد آخر أو مجموعة من الأفراد تجاه مجموعة أخرى من الأفراد، بهدف إنه السيطرة والترهيب وإيذاء الأطراف الأخرى أو الطرف الآخر. فطبعاً لما يبقى فيه سلوك عدواني عنيف بيتعمل بقصدية وغرض محدد، احنا لازم طبعا نشتبك معاه ونفهم معناه ونفهم ازاي احنا ممكن نوقف السلوك ده، وبنساعد كمان الناس اللي بيقع عليهم السلوك التنمر ده. للأسف هو فعلا موجود بشكل كبير من فترات طويلة، بس انا شايفة انها حاجة ايجابية ان احنا ننتبه لهذا السلوك ونبتدي نشتبك معاه ونتجاوب معاه ونشتغل على ان احنا نحد من الظاهرة دي. خلينا نتكلم على انه سلوك التنمر ده، واحنا لسه قايلين ان هو سلوك عدواني، فطبعا على المدى القصير خلينا نقول ان هو منتشر بين فئات محددة. يعني هو منتشر اكتر بين الاطفال في الاعمار الصغيرة، منتشر اكتر بين الرجالة لما بيحبوا يعملوا ده مع الستات، الشباب مع الفتيات، لانه طول ما احنا بيبقى عايزين يبقى في ايدينا سلطة احنا بندور على اداء يخلينا نقدر نمارس هذه السلطة. فالتنمر بيدي للفرد قوة، بيديله كمان قدرة على السيطرة. التأثير السيكولوجي بنشوفه مثلا على المدى القصير في بين انه الأشخاص اللي بي بي بيتنمر عليهم أو بي بيمارس عليهم هذا السلوك العدواني، بنلاقيهم أشخاص بيعانوا من الوحدة، من العزلة، من كمان إنهم بيبقوا حاسين إنهم مش عارفين ياخدوا حقهم، فبيبتدوا يعملوا عدوان هم شخصياً على نفسهم. فبلاقي مثلاً بين الأطفال أو بين الفتيات أو بين حتى المديرين لما يحبوا يعملوا ده مع الأشخاص الأضعف منهم إنهم بيأذوا نفسهم. فبلاقي أطفال مثلا لا بتوصل لدرجات عالية، التفكير في الانتحار، التفكير في التخلص من الحياة، إنه بيبتدي مثلا يشوه جسمه بأنه بيعور نفسه، يبتدي ينزوي أو يتدهور دراسيا. يعني بيبتدي يدور على أساليب إنه ياخد بيها حقه، فبيلاقي إنه هو ما عندوش القدرة انه ياخد بيها حقه زي ما الطرف الاقوى بيمارس ده عليه، فبيبتدي هو كمان يصب العدوان ده على نفسه بطرق مختلفة. الفئات اللي بيتمارس عليها التنمر بشكل اقوى او الفئات الاكثر عرضة لده، خلينا نقول انه بشكل عام بتايتل كبير او بمنظور اوسع هي الفئات الغير نمطية. احنا دايما بنحب الاشكال النمطية، يعني المجموعة مثلا تحب ان يبقى المجموعة دي كلنا شبه بعض، احنا لا نتحمل الاختلافات. فأي حد خارج السرب ده او خارج النمطية دي، الفريق الاكبر اللي شبه بعضه بيبقى عايز يشاور عليه او يمارس عليه التنمر ده لانه بيحس انه غريب عنه. لو مثلا في سن المراهقة بتبان اكتر بكتير قوي حالات التنمر. لو مثلا الولد اللي بيبتدي ياخد اشكال بانه يعمل ديل حصان في شعره، فده يبقى عرضة اكتر للتنمر. البنت اللي تبتدي تبقى شايفة انها عايزة تبقى شكلها مختلف اكتر من المجموعة. فكل ما يبقى احنا خارجين برا الاطار التقليدي، كل ما هنبقى شكلنا او يعني نبقى عرضة اكتر للتنمر. فهو موجود على تقريبا في كل الفئات وكل المستويات، ولكن الاكثر عرضة هم الاكثر اختلافا. في مجتمعاتنا للاسف الناس بتبقى يعني بتتفرج اكتر، التدخل محدود جدا لانه زي ما يكون مفيش اطر للتدخل. يعني انا لو النهارده شايفه حد بيتنمر على حد في الشارع مثلا، انا لحد فين ليا حق للتدخل ده؟ فده طبعا في مجتمعاتنا الحكايه بتبقى فيها صراعات كتيره قوي، يا ترى انا من حقي ولا لا، يا ترى درجه القرابه بين الافراد دول قد ايه، درجه العلاقه عامله ازاي، انا عندي صلاحيه ان انا استدعي الشرطه بانه في حد بيتنمر على حد. لان التنمر كمان هو درجه بعد شويه بياخد درجه اوسع بيوصل للتحرش. التنمر كمان عنده اشكال كتيره جدا، ممكن يبقى تنمر لفظي وممكن يبقى جسدي وممكن يبقى الكتروني. احنا بنشوف ساعات التنمر عن طريق انه
تهديد بالصور، بالتهديد بياخد يعني ياخد جزء من الحديث اللي داره ويبتدي يهدد البنت او يهدد حتى صديقه بيه. فالتنمر بياخد ابعاد كتيرة لفظية وجسمانية وعاطفية، انه الواحد يبتدي يتنمر على حد بشكل عاطفي. لحد فين بقى التدخل ده؟ ده محتاج استراتيجية بصراحة، محتاج ان احنا نشوف ده هيتعمل ازاي في الاماكن بتاعته. لحد فين برضو الناس من حقها انها تتدخل عشان تفض حالات التنمر؟ ده سؤال كبير ومحتاج تنظيم بين الاماكن، اماكن العمل، اماكن الدراسة، الاماكن اللي بيحصل فيها حالات، الشارع. لحد فين انا من حقي ان انا استدعي البوليس، استدعي الشرطة عشان اوقف تنمر؟ كل ده لا، ده محتاج تنظيم اكتر علشان ما يبقاش متساب كده سؤال مفتوح ان من اي حد انه يتدخل فيصعد المشكلة اكتر. والطرف الاخر اللي بيقع عليه التنمر قد ايه ان هو محتاج انه يتعلم ازاي انه يدافع عن نفسه، ازاي يبقى عنده مهارات حياتية، يعرف انه يعمل حدود بينه وبين الاخر، انه ازاي يعبر عن نفسه في وقت ما بيقع عليه التنمر ده، فيبتدي انه يحمي نفسه من الاخرين اللي بيأذوه. حتى لو هو بيفتقر لمهارات حياتية معينة ازاي يتعلمها. فاحنا عايزين الاول نساعده في انه يبقى يقبل المشاكل اللي عنده او الحاجات اللي هو بيعاني منها، يقبلها ويعمل ونساعده ازاي على انه يتجاوزها، وانه ازاي ان هو يكتسب مهارات تانية عشان يعرف يدافع عن نفسه ويعرف يحمي نفسه من الاشخاص المتنمرين.